اوكي بدأنا التسجيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا نائل واليوم راح نروح بجولة تصوير في حي البلد بمنطقة جدة التاريخية أو جدة القديمة. فكرة المقطع أنه تصوير من منظور شخصي، أنك تشوف الشيء اللي أنا قاعد أشوفه زي ما أنت شايف الحين، بعدين تشك هذه الصورة أعرضها لك لمدة ثانيتين، فبتشوف كيف فكرة تصوير الشارع. تصوير الشارع فن معروف عظيم وقديم، هنتكلم عنه أكثر. بس قبل ما نتكلم عنه أقول لك العدة اللي معايا في اليوم في هذه الجولة. كان معايا كاميرتي نايكون زي 6 مع عدسة برايم 50 ملي. إيش يعني برايم؟ يعني ما في زوم، ما يمديك تقرب ولا يمديك تبعد. ليش اخترت برايم؟ عدسات البرايم تجي حدتها أكثر وسريعة جدا، وفتحة العدسة فيها كبيرة، يخليك زي ما تشوف الصورة هذه الدبث اوف فيلد والخلفية البلوري كذا مغبش، عرفت؟ تحس انه فيها جو وفيها يعني الاغلب بيربط هذا الشيء بالتصوير الاحترافي، انه كل ما كانت الخلفية مغبشة يسمونها صورة احترافية اكثر. ومن مزايا العدسات البرايم انك تحفزك انك تبدع وتكتشف اللقطة بنفسك، لانه ما في زوم. عدسات الزوم تخليك شوية مصور كسول من بعيد، تتكيلك في مكان ويلا زوم وتشك زوم وتشك من بعيد تبتسم لي. هذا وجه لفيت عليه ابتسم لي، عجبك المنظر لفيت عليه ابتسم لي كاميرا بوجهك. طيب تكلمنا عن عدسات الزوم والعدسات البرايم، الفرق بين عدسات الزوم وعدسات البرايم. ليش 50؟ 50 يقول لك هو معادل للرؤية البشرية. أنا مرة مرة أحب عدسة 50 ملي، لأنها يعني تقريبا تعطيك نفس الأبعاد الحقيقية اللي تشوفها بعينك. طيب نتكلم عن فن الشارع. عموما الصور اللي هنا ترى، يعني قبل ما اتكلم عن فن الشارع، يعني شوف صورة هذا ما شاء الله الرجال، يعني مرة الصورة عجبتني، هي الثمبنيل خليتها. الصورة مرة خشت على editing مرة heavy، انه جلست يومين كاملة حرفيا، كل يوم يمكن 8 ساعات اشتغل على تعديل الصور بس. يعني الصورة اللي تشوفونها ما هي خارجة من الكاميرا على طول، لا معدلة طبعا معدلة. وان شاء الله ننزل مقاطع اكثر اتكلم فيها عن طريقة تعديل الصور وطريقة تعديل الصور هذه بالضبط كيف عدلتها. طيب فن تصوير الشارع. فن تصوير الشارع يختلف عن تصوير الاشخاص، انه ممكن يكون معظم تصوير اشخاص، ويختلف عن تصوير الاركتكتشر والاربن فوتوغرافي اللي هو تصوير المباني او تصوير العمران والمدن. هو تقريبا ميكس من كل شيء، لكن اللي يميز فن تصوير الشارع انك تلتقط اللحظات زي ما تشوفها في الشارع. يعني تحاول انك تلتقط الكانديت مومنت، انه الشيء الحقيقي اللي قاعد يصير، تلتقط تعابير الناس، تعابير وجوه الاشخاص، تلتقط اسلوب الحياه في الشارع ذا اللي انت فيه. طلع علي فجأة لفيت عليه فلاش في وجهه تشلط. طبعا الفن ذا يعني مو سهل، والسلاسل اللي تشوفونها في المقطع ذا انه جات بعد ممارسة كثيرة. يعني من زمان من زمان من زمان وانا اصور، احس اغلب تصويري كان تصوير شارع، انه اخرج اصور. يعني صعب، اتوقع انه لو واحد مبتدئ جدا صعب ياخذ كاميرا، يعني خصوصا كاميرا زي كذا مو كاميرا جوال، ويمشي في الشارع وكمان رابط كاميرا على صدره اللي هي قاعد يصور فيها ويصور بالسلاسة ذي، انه تتطلب شوية مو شوية، تتطلب جرأة مرة كثير وتتطلب مهارة برضو. وفي بعض التكنيكات كذا حتشوفونها هنا يعني في المقاطع الجاية، انك كيف تكون سموث، كيف تكون انك سلس وما تنقفط، او حتى لو انقفط كيف تداري الوضع، تمشي يمين يسار. انه مثلا من اهم الاشياء
طقطقت أصابعي. يعني بالنسبة لي يمكن من أهم الأشياء لا تطالع في الأشخاص إنه أبداً، يعني إلا إذا اضطريت إنه يعني أنا قاعد أطالع في الشاشة بس وإن ذا زون تماماً. ولا خلينا نقول أول شيء اللي هو شفته أول ما خرجت من المواقف على طول صورت، ما عرضت الصورة لأنها كانت جداً سيئة، بس هذا الشيء خليني أتجرأ وأبدأ أصور. إنه لاحظت كل ما أشير الكاميرا معي أرجع البيت ما استخدمتها أبدا تقريبا معظم الأوقات، لكن مجرد إنه أطلع أي رحلة ولا أي طلعة وأصور، مجرد ما أمسك الكاميرا وأضغط الشتر الصورة الأولى خلاص هذه باب ينفتح وأقعد أصور 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 اليوم كله تصوير. فأول نصيحة أقدمها لك عشان تصور صور أكثر وأجمل، صور. دائما يعني بأي مجال مو بس بمجال التصوير، إنه إذا تبغى مثلا تكون لاعب محترف، لاعب كرة قدم محترف، العب كورة كثير. تبغى تكون مصور، صور. تبغى تكون رسام، ارسم. بالبساطة هذه. باي ذا واي هذه الصورة مرة أحبها، من الصور اللي مرة عجبتني والتعديل عليها كان مرة حلو. لو تلاحظ يدي أنا مرة معرق، الوضع كان لا يطاق أبدا أبدا لا يطاق، حر شديد جدا ورطوبة. خلصت التصوير أصلا يعني كان نفسي أصور أكثر، بس التيشيرت حرفيا كان يسبح، التيشيرت والبنطلون مغرقة فعلا مغرقة. وعليكم السلام. المهم نرجع للنصائح، انه زي ما قلت لكم مثلا لما قلت انه لا تطالع في الاشخاص، زي هذه الحاله هنا مثلا انه لما شفته متجاوب معايا ومبتسم ما شاء الله عليه، انه اي ابروشت هم سالته زي كذا انه ممكن اصورك، وريته الصور عشان يحس انه الوضع فريندلي ودود كذا، وبعدين حتى انه شفت انه متجاوب اكثر صورته صوره ثانيه، صورته صوره كلوز اب اكثر وجيت وريت الصورة. طبعا نفسي صراحة ايش نفسي بعدين اطبعها وهدي اي شخص كان زي كذا. هذا الشخص على الجانب الاخر، شوف لما صورته هو كان مرة باللي متوجس مني، فتسوي الصورة اللي قبل شوية والصورة هذه كمان، هذه الصورة سميها صورة الخرشة. لما تصور احد ويطالع فيك زي كذا باللي تحس معاه، مو شرط معاه مشاكل بس ممكن يكون ما يبغى يتصور او هذه الصورة مرة جيدة، او انه خايف او مو عاجب الوضع مو مرتاح. فايش تسوي؟ اكثر شيء خطأ ممكن تسويه انك تخاف وتدس الكاميرا زي كذا على طول، بيخش في عينك. يعني تخيل احد يصورك في وجهك بعدين يدس الكاميرا باللي ايش تبغى. فبالحالة ذي اول ما تحس انك خفت او واحد قفطك زي كذا، حط الكاميرا في وجهه زيادة وسوي نفسك تصور من باني، صور نفسك تصور الشيء اللي وراه. هنا فجأة كذا كل اللي في السوق أقول لي يا براذر ها صور هنا يا محمد. فيا كانت رهيبة. يا شوف مثلا هذا تصوره، هذه الصورة مرة قاعد تجري لها من بعيد، مرة من بعيد شفت الشايب ورايح هناك والإضاءة مرة جيدة، قلت لازم ألحقها. فيا بعض الاشخاص مثلا زي هنا انه ما قال شيء، ما رفض ولا تجاوب معايا، فعادي صور وامشي لا تطالع فيه ولا تحسسه انه اللي سويته انه مره، لا تسوي نفسك جاسوس لانك ما انت جاسوس، انت شخص فنان يبغى يلتقط صور فنيه ذكريه يعني للذكرى. هذه العمارة طبعا للرسام التونسي الشهير السيد، كنت فيه لما رسمها. عموما الباصات، صورت الباصات مرة كثير في الجولة هذه، أحس معطيه فايب كذا كأنه لندن، عرفت أنه عندنا باصات بس مو حمراء، برتقالية عشان الشمس، عرفت. ايش كمان نصايح لتصوير الشارع؟
لا تسوي نفسك جاسوس، صور عادي انت مصور. اذا صورت احد ومره كان رافض او شفت انه مره ما يبغى يتصور قبل ما انه لا تنشرها، بس من الاساس اذا شفت انه مو مرتاح مع الصوره انه ممكن تسال انه عادي ولا احذفها. راح تستغرب مره، راح تستغرب انه كثير ما عندهم مشكله. يعني دائما نشوف اصلا الناس هذه من الصور الخرشات باي ذا واي، لسه تشوف دحين صورت هذا مثلا بينقز حركة غريبة، شوف صورته. بعدين لازم تسوي نفسك انك انت جاي تصور مباني وجاي توثق المكان كله عادي وكذا، يعني لازم تحسس انه انت منت هدفي، انا ماني مستقصدك انه جاي بالكاميرا وقاعد اصورك انت بالعيني. شوف هذا قاعد يسلم، وترجع تلقى هذاك اللي صورته يسلم. هذه من الاشياء اللي ما لاحظها وانا قاعد اصور، انه انا اكون مرة in the zone بس ماسك الكاميرا وطالع في الشاشة عشان ما ابغى اي احد يعترضني او شيء زي كذا. صور وامشي، صور وامشي، صور وامشي. فلما ارجع البيت اشوف تفاعل غريب، يعني في المقاطع اللي قصيتها تحصل ناس يسلمون، ناس يقولون يا مصور، ناس هي زي كذا، فاهم؟ ففي بعضهم يسلمون كثير، القاهم يسلمون، ولا كثير اكون ماني منتبه انهم كانوا يطالعون فيني. لما ارجع اشوف الصور، لما ارجع اشوف المقاطع احصل عيونهم علي جدا، يعني غير اللي انا اصور يكون في 3-4 كذا اللي مطالعين فيني. فلو قعدت تطالع في الاشخاص ما راح تتجرأ انك تصور اكثر، يعني تشوف هذا مثلا يطالع، يعني الموضوع يتطلب مره جرأة. تخش كذا باللي زي ما قلت، قفل كل شيء، قفل مخك تماما، انت والكاميرا شيء واحد، صور صور صور. في شوية مقاطع زي هذا المقطع مثلا، اللقطة دي انه كان بس جولة كذا انه امشي، بعدين جاء رائد الدراجة ذا. كل الصور اللي صورتها هنا مرة جيدة، بس تقريبا حبيت هذه الصور اللي حطيتها. بعدين حتكلم على الإدت، لأنه الصورة الأصلية ما كانت مرة رهيبة، بس في الإدت مرة سويت شيء عليها. في تكنيك ثاني لتصوير الشارع اللي هو الفيشنج، هنا قاعد أسويه أنا. عرفت الكومبوزيشن حقي، عرفت الكادر والتكوين حقي، أستنى الشخص لين يخش في المكان اللي بالضبط حطيته له وأصور. وبرضه كمان تنفعك بحالتين، إنه تطلع بصورة حلوة، إنه شفت زاوية حلوة، أوقف على الزاوية استنى لين أحد يجي. أحب أصور لما أصور أماكن، لما تسافر. الوجود العامل البشري أو وجود أي كائن حي يعطيك سكيل، تقدر تعرف قديش المكان، قديش حجمه. يعني تخيل مثلا، تخيل واحدة من الصور هذه بدون البشر، بدون الأشخاص اللي فيها مثلا، هذه ما راح يكون فيها حياة أولا، لأنه البشر كانت حية. الشيء الثاني، ما راح تعرف حجم الأشياء، ما راح تعرف أبعادها، فلأنه نعرف قديش حنا وحجامنا وزي كذا، فتعطيك بعد للمكان، تعطيك يعني زي الصورة ذي كانت عريضة جدا ومزدحمة وزي كذا، فتحس بالمكان. هذه اللقطات كمان من لقطات الفيشنج، إنه جلست استنى أحد يعدي، جاء الأحد صورت. هنا برضو صورت الصورة هذه، الصورة اللي بعدها كان مرة مرتبك الآدمي ونظراته غريبة لي، فرحت صورت اللوحة اللي فوق باب مكة ومسار الحج، جيت كذا لين جنبه وصورتها، بس ما سويت كتيتها يعني سويت لها كت في الليلة. في مثلا بعد ما صورت الدباب هذا لفيت، الشخص اللي ورا قال لي تصور، عطيته صورة وشكرته ومشينا. يعني احيانا الناس زي ما قلت، انه احيانا الناس يكونون متجاوبين مع الموضوع، بس ارتباكك انت وعدم ثقتك في نفسك وفي اللي قاعد تسويه يخليهم ينفرون منك، يخلوهم ما يبغون يتصورون. ف don't be so creepy about it، امسك كاميرتك صور بكل جرأة وبكل ثقة. باي ذا واي، قاعد احط حسابي في انستغرام وتويتر كل بعد فتره، بخش تابعوني، حيسعدني كثير هذا.
طيب ايش في نصايح؟ انا صراحة ماني محضر نصايح ولا اي شيء، حبيت انه الفويس اوفر ذا يكون شوي عفوي وانه يخش في الهرج على طول. هذول الدمى مدري العرايس صورتهم مرة كثير، بس اعطيك شوية صور. ممكن صورة؟ شوف هنا مثلا ممكن طلبت اني اصور. الله يسعدك. وكم متجاوب؟ الله يسعدك. شكرا لك. انه اذا تحس انك خايف او شيء زي كذا، انه ممكن تستخدم تكنيك انك تسأل انه ممكن اصورك، واذا استخدمت التكنيك ذا هذا اللي حقته كذا، حسيت المنظر ابلك كذا ابوكاليبتيكال ونهاية العالم وزي كذا. ف او كايندا يزمع كورونا. فيا اذا سألت احد انه استخدمت تكنيك انك تسأل الناس وابروتش ذم وتروح لهم تسألهم ممكن اصور، انه تقبل انه كثير بيقولون لا، كثير جدا بيقولون لا، فتقبل عادي انه انت رايح تصور اصلا. يعني سوي اليوم كامل، سوي له بلوك، قفل كل شيء، خلاص ما عندك شيء، انت جاي بس تصور وتمشي. فاذا احد قال لك لا، اذا 10 قالوا لك لا، 10 ثانيين بيقولون لك ايوه. هذا ما اعرف ايش صنوبر ما ادري ايش، بس عجبتني الاكياس الصفراء. ايوه، في من الاشياء الثانيه اللي لاحظتها غير ان الناس تسلم ولا الناس تطالع، انه في اشخاص عشان مقفل مره بس عيني هي عدسة الكاميرا وماني قاعد اطالع في اي احد، بس اطالع في الكاميرا، اكتشفت انهم في الجوله كلها بكل مكان اروح له احصلهم. وفي ناس صورتهم اكثر من مره، زي الشاب يعني اللي في الثمبنيل اللي في صوره المقطع، بس هذا كان مره شكله مميز، فكنت اشوف لما يجي مره ثانيه. هذه الصوره مره حبيتها، هذه والثانيه ذي. هذه ما ادري ليش كل ما اشوفها يجي ببالي انا ما في خوف من كوفيل. anyway. يا نصيحة زي هنا مثلا، من النصايح اللي في الصورة ذي، انه على طول اي لقطة بوجهك التقطها سريع سريع، انه ما يهم تصور مليون صورة ولا انك تروح وتصور صورتين، يعني مثلا زي هذه سريع، ما هي الصورة الافضل بس مرة تنقل جو حياة الشارع، حياة مثلا منطقة جد القديم ومنطقة البلد. الشايب ذا يعني احيانا مثلا زي هذا الصور، انه تشوف ان الـ 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 الشخص يعني مثير، منظر مثير، يحكي قصة. فحاول انك عادي امشي وراه التقط القصة هذه، يعني زي مثلا البسة هذه كانت مرة عطشانة كذا، وجهها غريب جدا، فتصور. هذا اللي يميز تصوير الشارع عن زي ما قلنا، ان هذه من صوركم المفضل لدي. انه ينقل حس المكان، مو شرط الاشخاص، بس الاشخاص، المباني، الحيوانات، ايش قاعد يصير في الناس، كيف عايشين. شوف هنا مثلا ابو اللي 50 نفر كلهم قاعدين يطالعون فيني، لكن بالفعل و 100% ما كنت شايفهم ابدا، كل اللي شايفه لقطات حلوة. هو الموضوع شوي غير إنساني صراحة، بس إنه you have to يعني in order to be an artist، يعني لازم تكون شوي inhuman. يعني هذا ما أدري يكلم جوال، كنت أتوقع لما شفت الصورة إنه يتلقى خبر حزين أو شيء زي كذا، بس لما رجعت سمعت المقطع كان يقول يعني أشياء ما له صلاح، إنه ما مو حزين ولا شيء، كان معصب. طبعا اختيار الوقت مرة 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 مهم في أي تصوير، بس في تصوير الشارع يكون مهم جدا، لأنه أنت ما حتستخدم أي إضاءات، تستخدم فلاش، لا تصور شارع أبدا بليز، يعني ما تبغى تفلش العالم. فاخترت اللي هو الجولدن أور، الساعة الذهبية. هنا سويت فجأة عليهم فيلم تنت اللي شفته كريستوفر نولان، شوف كيف بوم قلبت الصور، كنت مرة متأثر من تنت بالصور دي. اخترت الساعة الذهبية اللي هي ساعة قبل غروب الشمس، انه كل شيء برتقالي، كل شيء له طابع حلو. طبعا لما تخرج الصورة من الكاميرا زي الصورتين هذه ما تكون بالشكل ده، لكن هذا موضوع ثاني حتكلم فيه عن معالجة الصورة، انه كيف كمان تعزز حس المكان في المعالجة. انه لو تلاحظون كل الصور اللي صورتها فيها طابع واحد، هنا سويت تكنيك الفيشنج
انه حطيت الكاميرا في المكان اللي ابغى الرجال يخش فيها لانه رايح يخش فيها، اول ما خش فيها صورت. فيا شوف بدأت تغرب الشمس، انه الصور صارت فجأة مو مرة كويسة لانه المكان مظلل، انه ظل وما في هذا. الباص عجيب جدا. ف يا غير الظل كنا نتكلم على موضوع معالجة الصورة ونقل احساس المكان. شوف هذا الصورة مرة عدلت عليها وسويت الاضاءات واللي فوق وزي كذا، انه حاول انك تنقل الطابع اللي لما صورته حسيته في المعالجة، تنقل الطابع ذا. فكل الصور اللي هنا تشوفونها ماخذ طابع واحد، حنتكلم عنه اكثر في المعالجة، بس عموما هي بريسيت كامل، الوان معينة اختارها قبل ما ابدأ اعدل على جلسة تصوير او جولة تصوير، وبعدين ابدأ اسوي لها تويك، ابدأ اعدل عليها تعديل بسيط. وان شاء الله يكون المقطع عجبكم، وان شاء الله تكونوا استمتعتم في الصور، وان شاء الله تكونوا استفدتم، و لا تخافون، اخرج صور واستمتع بيومكم. وهذه صورة ختامية لجدة وغروب جدة الجميل اللي دائما يبهرني. ولا تنسون لايك وشير وسبسكرايب، ونشوفكم مقطع ثاني. وبيس.